على دلعونا رح نعود ونسمع الأغنية كاملة. هاي نسخة جديدة من ألبوم جديد للنخلاوي رح نتعرف عليه حاليا على دلعونا نسخة جديدة. مرحبا للرابر نخلاوي. مرحبا نخلاوي. اهلا حبيبي خي شادي بلان. كيف حالك؟ الحمد لله تمام. مبروك ألبوم جديد 15 أغنية. صحيح 15 أغنية مع انترو واوترو. حلو، احكي لنا شوية تفاصيل قديسة لك تحضر لهالألبوم. شو فيه مضامين فيه؟ الصراحة الألبوم فيه 15 أغنية واسمه سورو. سورو معناه شجن. شجن ألم. هو مش المقصود الشجن يعني الألم، بس انه الألم الحزن والحزن مش بس هيك. هي مقصودة من مزيج مشاعر. الألبوم بيحتوي على مزيج مشاعر اللي فيه منحررها عن طريق الراب، تعبير حر مع موسيقى سريعة، وبيحكي عن قصص حب حزينة، حب حلوة. ومن إنتاج تشارلي شعبي، بس في أغنية واحدة اسمها عايش مبسوط، اللحن تبعها من تشارلي شعبي دي جي تشاك، تسجيل والميكس من عنان كسم. والألبوم الثاني كمان صار جاهز، يعني هذا اللي أشتغل عليه سنة تقريبا ونص، والألبوم الثاني جاهز كمان اللي أشتغل عليه سنة، بدي انزله كمان 6 أشهر 7 أشهر هيك اشي بعد ما اشوف الوضع كيف. الالبوم الاول في الالبوم الاول بحكي في اول اغنية بتحكي عن بعثرة بذكر فيها الاسماء الغنانية، 15 اغنية عن طريق الراب بجيبن عن طريق شاعر وبذكر فيهن اسماء الاغاني الراب، فكانت فكرة حلوة اللي اجيب اسماء الاغاني الراب عن طريق شاعر الحنها يعني مع موسيقى. حلو، طب احكي لي نخلاوي من وين الاسم؟ في بمصر دخلاوي بتعرفين؟ بعرفين، أنا سمعت عنهن. ونخلاوي من وين جايبها؟ النخلاوي أنا الصراحة كنت أشتغل بمحل شغل اسمه يسكر، وأجا واحد بناديني نخلاوي هيك حبيتها. أنت عيلتك أنا اسمي نخلي، عيلتي سمعان. فمن هون إجت نخلاوي كمان. نخلاوي هي زي اسم دلع يعني، زي بقول لاسمي. كيف شايف الاستقبال الناس للألبوم بعده جديد طبعا؟ وانت كمان كتير. مش معروف كتير يعني اسم لا جديد. لا مش معروف كتير، انا جديد على المنصة لحالي، بس كنت على المنصة من قبل مع فرقة طلعنا وغنينا وكان عنا كتير. بس انت كملت. انا كملت وصديقي كمان كمل بالفرقة معي، بس كل واحد كمل الطريقة لحاله. ذكرتني امبارح انه انت كنت عندي بالاستوديو لما كان عمرك 14 سنة، كتير زمان. صح 14-15 سنة. من وقتها بتغني هيب هوب وراب؟ من وقتها. أيوة من وقتها. قولي في ردود فعل من زملاء لإلك بيعملوا راب ولا ما فيش؟ في امسي مراد، في حسن امسي، بشجعوك ببركولك؟ بشجعوني كتير يعني. عنان كسام كتير قبل ساعدني يعني، هو بدعمني كتير. عنان كسام وتشارلي وريتشي، بس كمان كليبات نازلة، صرت مصور كليبين. لأي أغنية؟ لأغنية شجن هي الألبوم، تصورت بمقبرة أبو سنان. في المقبرة عنا بأبو سنان تيجي زي خشش، وفي بقلب المقبرة كنيسة، هسه صورتها بقلب الكنيسة كانت. ليش مقبرة؟ ليش المقبرة؟ حلو سؤال حلو، لأنه الألم اللي فيها والواقع اللي فيها الغناي بيحكي عن سواد الحياة، يعني بيحكي عن قديش أنت بتتعب حياتك وبتشقى وكل إشي، بالاخر بتلاقيش مقابل للعيته يعني، فاهم؟ تتعذب كتير حتى تتلاقي مقابل. يعني بقول لك بالغناي الحياه سؤالي، الموت جواب لاستفهامي، حياتي انا معجب فيكي ما بدي ارميكي، مع كل التعب والشقى والصعوب اللي فيها، بس انا مكمل يعني. وانا ولا مره يعني قلت انه بدي اطلع مصاري من الموسيقى واعيش من الموسيقى، انا بسوي الموسيقى لنفسي عشان انت بتحبها. عشاني انا بحبها وهي بتهديني. والانترو بالالبوم بيحكي عن قصه حياتي انا اللي مرقتها بال 2015، مرقت قصه حياه. هاي اللي بسمع الالبوم بس بعرف قصه الحياه يعني. الاوترو بتحكي عن قصه حياتي اللي مرقتها. ايش صار معك؟ احكي لنا.
لنا. طيب مرض نفسي يعني زي ما بقولوا، اتضى علي مرض نفسي وعانيت كتير يعني، ورحت محلات وباخد أدوية وهيك، بس الحمد لله دايما الحمد لله على كل شيء يعني، ولا مرة بنزعل احنا. انا بتقبل كل شيء من ربي وبقول دايما الحمد لله وشكرا، وشكرا كمان لطائم مكان ورشادي شكرا، بلان على تسلم. استضافتي. كيف سمعت البرنامج منك شادي بدك تفوت الغنية على صح دلعونا صح بالسباق، صح على يوم الأربعاء. بالسباق الأغاني، فيلا يا جماعة شدوا الهمة صوتونا. أنا اخترت أغنية، دورك تختار أغنية، نختم مع أي أغنية من أغاني الألبوم على ذوقك. مشوار الحياة، مشوار الحياة، ليش؟ ليش؟ مشوار الحياة هو عمليا مشوار حياة بيعبر عن النجاح والتفاؤل. فيه بتحكي عن مواضيع اللي كيف بني آدم بده يتقدم بحياته، لازم يدور على المفاتيح العشر للنجاح، لازم يثابر، لازم يكون يكافح، لازم يكون في عنده أمل، لازم يبني، لازم يفعل، مش بس نحكي. وأنا عندي موقع خاص اسمه النخلاوي، أنا راح أنشره على الفيسبوك عندي، إذا اللي بحب يفوت يشوف الصفحة تبعتي على الفيسبوك النخلاوي، يكتب NAKHLAWY ويعمل لايك للصفحة وراح يوصله كل إشي جديد، وفي عندي شغل كتير 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 حلو، وبتأمل تعجبكم أغنية مشوار الحياة. وأول كليب راح ينزل كمان الجمعة الجاي، هو اسمه مشوار الحياة اللي تصور بكولومبيا عن طريق أنا ومرتي. طيب شوقتنا لك، كان الأسبوع الجاي الكليب، الأسبوع الجاي كليب. تمام نحضره. شكرا لك نخلاوي، بالنجاح حبيبي بالألبوم شكرا لك والمغني. كتير خيا شادي شكرا، بلان، نهارك حلو، إلى اللقاء، نهارك أسعد، باي باي.